احنا موجودين هلا على تلة صهيون بكسر الصاد. نعم. وبكسر الصاد بتفرق عن صهيون؟ اكيد. واحكي لنا ليش وماذا تعني في الكنعانية؟ صهيون الاسم كنعاني يعني تعني التلة المرتفعة. لهيك هاي المنطقة سميت في التلة المرتفعة واللي فيها معالم كتير مشتركة يعني بالنسبة لأهل القدس هون، أهمهم الباب اللي أمامنا هذا اللي إحنا شايفينه مخزق بالرصاص. هذا أحد أبواب سور القدس واللي اسمه النبي داود. هاي اللي شايفتيها الحفر في السور هذا من شدة المقاومة للكتيبة الأردنية اللي رفضت الانسحاب في 67 حرب 67، عشان هيك بتشوفي قديش كمية الرصاص اللي أطلقت عليهم. وصلنا عند مكان يظلم إعلامياً صراحة، مش كتير الناس بيوصلوا له، ولكن وصلنا عند كنيسة النياحة، وهو من أجمل المعالم المعمارية فن البناء الهندسي الألماني. هاي الكنيسة تابعة للألمان اللي هي كنيسة الرقاد أو كنيسة النياحة، اللي حسب الرواية الدينية يعني حسب المعتقد المسيحي إنه ستنا مريم قعدت 10 أيام هون تنوح على موت سيدنا عيسى لحد ما ماتت. النياحة من البكاء الشديد زينة بنوح بنوح وهذا المكان واسمها نفسها النياحة الرقاد كمان.